اخوي حمد في فيلم جديد الحين نازل تقريبا الحين قبل شهر او اقل من اسبوعين تقريبا او 3 اسابيع، فيلم عن كشمير، هندوس اللي في ايه كشمير، كشمير فايز. يعني استوى ضجة في الهند. شو ايه الاسباب يعني؟ اسباب ان الفيلم يتكلم عن مقتل هندوسيين، جماعة هندوسية في كشمير ايام 91 هالكلام، من قبل جماعة إرهابية. وهذه الجماعة الإرهابية طبعا بيكونوا مسلمين، فذبحوهم وقتلوهم وحرقوهم واغتصبوا حريمهم وأشياء كثيرة. هذا الموضوع ما حد تطرق له، ما في أي فيلم أو ما في مخرج سينما يتطرق له الموضوع، فهذا أول مرة يتطرقوا له. فلذلك صارت ضجة ما بين المسلمين وجماعة كشمير. والفيلم هو أن الكشميري يقولها ما جايب حقائق ووقائع، مخرج العمل والناس ثانية قال لها هذه حقائق ووقائع موجودة في اليوتيوب، موجودة في هذا، فصارت إشكالية. الحين الموضوع مو هذا الموضوع، الموضوع إنه يقولون إن الفيلم ضد الإسلام على كلام بعض الناس. أكثر الناس المسلمين اللي قالوا حق هذا الفيلم هو ضد الإسلام هم اللي روجوا هذا الفيلم. كيف روجوا لهذا الفيلم؟ عن طريق التأثير السلبي، يعني فيلم يأثر سلبي إن هذا الفيلم ضدنا، وهذا يعطي فضول أكثر للجماهير عشان يشوفونه. فهذا الفضول سوى هذا الشيء، سوى هذه الضجة، سوى هذا الموضوع عند الجمهور، العالم كله، جمهور الهند كامل. والمشكلة أكثر مشكلة تقريبا اللي يتكلمون في هالموضوع في السوشيال ميديا ولا واحد شاف الفيلم. يعني حتى يوم دخلوا في برامج تلفزيونية فيها مجابهة ما بين المخرج وبطل العمل اللي هو أنوبم كير والمسلمين الجماعة الإسلامية، يسألهم سؤال واحد، قال انت شفت الفيلم؟ يقول لا انا ما شفت الفيلم، بس فيلمك يتكلم ضد الاسلام. قال له انت شفت الفيلم؟ بس شفت الفيلم؟ ما عندهم جواب. فهذا الشيء فشله، شوف الفيلم عقب اتكلم. هذا ما فيها شيء، ترى مو عيب، انت يوم تشوف فيلم ما تكفر، ترى هذا فيلم، فيلم ان شاء الله يتكلم عن وات ايفر، شوفه عشان تقدر تناقشه وتقدر تعطيه. اما ما تشوف الفيلم وانت قاعد تناقش، ما استفدنا شيء منك ولا سوينا اي شيء ولا راح تعمل اي شيء. نفس فيلم بيكي مال عامر خان، يمكن يتكلم عن الهندوس، والفيلم هذا فيه جماعه هندوسيه قاعد يتهاوشوا وطالعين صور عامر خان وقاعد يحرقونها وكذا وكذا وكذا، ولا واحد فيهم شاف الفيلم. والفيلم ضرب ضربه ونجح نجاحات كبيره بسبب هذه المواضيع طبعا سانتا، والفيلم كان جميل على فكره. ولا واحد شاف الفيلم الجماعه الهندوسيه. اذا شوفوا الفيلم عشان تقدر تقابل عامر خان وجه بوجه وتجابهه، مش تجابها وانت ما عندك دلالات ولا عندك، كل شيء ضعيف عندك. نفس الشيء صار الحين حق هذا الفيلم اللي هو كشمير فايلز. انا يوم حط عن كشمير فايلز في الانستغرام مالي احط الايرادات واقول، وبالفعل هذا منطق، هذا واقع، فيلم مخسرين عليه 10 مليون يجيب لك 200 مليون، هذه ما صارت في السينما الهنديه من فتره طويله. وفيلم ما صحيح. يحتوي على نجوم كبار، لا في ريتيك روشن ولا في شاروخ خان ولا في رمبير ولا سلمان ولا غيره، في داخله متن اللي خلاص راحت نجوميته من زمان، هو يمثل كاركتر. وانا ابو بكير اللي هو اصلا مش نجم كبير، هو مش نجم ايرادات، هو بطل، هو فنان رائع بس هو مش راعي ايرادات. ما في اي واحد في الفيلم عنده يعني راعي بوكس اوفيس، ولا المخرج اصلا معروف عنده بوكس اوفيس. بالرغم من ذلك الفيلم راح، فهذا الفيلم راح انت تحط عنه معلومه عادي، يعني هذه المعلومه تحطها في الانستغرام. انت ما كفرت، انا كفروني ناس قالوا علي انت مش مسلم، انت كافر، انت قاعد تدعم الافلام اللي هي ضد الديانه الاسلاميه. يا ريال اذا ضد الديانه الاسلاميه، في وايد افلام ترى ضد الديانه الاسلاميه، وايد افلام هنديه، مو بالله هذا فيات على هالفيلم هذا، وايد افلام تكلموا تحت لتحت، بدماوت تتكلم، قدر مال سني ديول تتكلم، فيلم يسمونه بوردر تتكلم، فيلم في كذا فيلم، بس هذا الفيلم يجيب لك واقع ساير، هذا واقع، أنا الواقع ما أقدر أغيره بين يوم وليلة، واقع، هندوس انقتلوا، 50 نفر ولا 20 نفر تم نحرهم في منطقة من قبل ناس مسلمين، فمو بدائما المسلمين يكونون دائما طاهرين وشريفين وعفيفين، في منهم ناس ماخذين ديانة إسلامية بطريقة عبيطة، ما يعرفون شيء عن ديانة إسلامية، ومخوخهم مغسولة، والفيلم هو قال المخرج قال الفيلم يتكلم عن هذا الموضوع، يتكلم عن هذا الموضوع، بس. انا مسوي فوكس على موضوع مقتل هذا،
لو تبون اكبر القصه راح اكبر القصه انه شو صار شو ما صار، مثل فيلم ناصر 56 مال جمال عبد الناصر الله يرحمه، كان ما يتكلم عن جمال عبد الناصر سيره ذاتيه وكيف كبر وشو سوى وين تعلم وين درس وكيف مات، كان يتكلم عن ناصر في سنه 56 يوم امم قناه السويس. فما بيجي لي واحد اهبل يقول لا يا اخي القصه هذه مش ما تكلمت عن سيره ذاتيه، ترى هو الفيلم اسمه كذي ناصر 56 شو صار في حق ناصر، وهذا الفيلم يتكلم عن هندوس تم قتلهم، فهو كان فوكس شو المغزى شو الاشياء اللي داخل شو الامور هذه، لازم انا اشوف الفيلم احكم عليه. انا ما اقدر احكم عليه وانا ما شفت الفيلم، لان لو حكمت عليه وانا ما شفت الفيلم ابكون امعه، وانا انسان ابدا تعلمت في حياتي اني ما اكون امعه ولا اكون مثل البومه ولا اكون مثل البغبغاء اقل تحت، اشوف واعرف واسمع وافهم ديك ساعه اتكلم ادلو بدلوي. حاليا كل اللي انزله عباره عن اشياء غريبه قاعد تصير واشياء يعني ما صارت واشياء انا يعني مستانس عليها، ان السينما الهنديه فيلم صغير قادر يجيب ارقام خياليه، فمعناته تشجيع ان افلام صغيره تجيب ارقام خياليه، يعني يجيبوا فكره حلوه عشان الافلام تنجح، وايضا ساندوا الممثلين الكبار اللي تقريبا شبه معتزلين امثال متهن امثال انوبم كير، هذول جابوهم يعني وسووا منهم فيلم كبير، هذا شيء جميل، يعني معناته ممكن تجيب هالممثلين وتنجح فيلم وتنجح فيلم كبير، هذا شيء جميل. بعد شيء ثاني، الناس تدخل وتقول لي يا حمد انت ترى ما تفهم شيء، الفيلم ياب 200 مليون بسبب دعم جماعه مودي وجماعه الهذا، اوكي تمام سلمنا الامر، جماعه مودي بتطلع من جيبها 200 مليون؟ عمركم شفتوا سياسي هندي يدفع مليون روبيه حق شعبه حق ناس؟ عمركم، انتم شايفين افلام هنديه من زمان وعارفين الاختلاسات في السياسه الهنديه وعارفين ان هذا كلهم داشين عشان يربحون مش عشان يخسرون، بيروح يدفع من جيبه عشان يربح الفيلم 200 مليون؟ بالله عليك قلنا مليون مليونين 200 مليون بيدفع على اساس ان الفيلم ربح 200 مليون؟ مستحيل مستحيل. الهند فيها مسلمين اكثر من عدد المسلمين في باكستان، والهند اللي فيها مسلمين يروح يشوف افلام في السينما، مش كل الهندوس اللي شافوا الفيلم، ترى المسلمين شافوا الفيلم بعد في السينما، جابوا ارقام عن طريق المسلمين نفسهم. فهذه الارقام هذه الكبيره هذه المهوله يعني ما جات مني الطريق، جات بعده اسباب، يعني الفيلم فيه فكره فيه قصه فيه شيء فيه حاجه، خلينا نشوف الفيلم ذيك الساعه نحكم عليه هل هو ضد الاسلام مش ضد الاسلام، هذه الامور بعدين نتكلم عنها. هو يتكلم عن موضوع مثل قائمة شلندر اللي سواها ستيفن سبيلبرغ عن محرقة اليهود، والفيلم هذا تم منعه في بعض الدول لأنه يتكلم عن محرقة اليهود وما حد يبي يتطرق لهذا الموضوع، فياب محرقة اليهود كيف حرقوهم الألمان، وهذه حادثة أو واقعة حصلت، اليهود كانوا زينين ما كانوا زينين كانوا خبيثين ولا تفر، المهم هتلر جاء وعطى أمر أن يحرقونهم، وهذا شيء حصل ترى حصل، فجاب على المحرقة جاب موضوع إنساني. الحين في الديانة الإسلامية ما يقول إن نعيش بسلام مع كل الديانات اللي عندنا، ما كان موجود في شيء اسمه الدية ولا كان شو اسمه الضريبة على الغير مسلم لما يكون في دولة إسلامية، نفس الشيء لو في كشمير الجماعة الإسلامية هذه اللي هم الأغلبية كان عطوهم دية حق 20 نفر ولا 30 نفر من الهندوس، عيشوا بس أنتوا تعيشون على حسب قوانيننا، أدوا ديانتكم سووا اللي تبي تسوونه بس على طبعا طريقتنا، مش تنحرهم وتقتلهم اذا كان هذا الشيء واقع وحصل، وعلى فكره هذا موجود في اليوتيوب ان هذا حصل في باكستان اللي هي باكستان فيها ترى اقليه هندوسيه موجوده، باكستان اللي هي كلها دوله اسلاميه معروفه فيها معبد حق السيخ باكستان هذا زين عاملين هذا الشيء عادي ما حد تكلم ولا قالوا شيء ولا السيخ زعلانين هناك ولا الهندوس الأقلية موجودة هناك زعلانة، بس هذا الموضوع يا بانتفاضة وما حد تكلم عليه إن في ناس تم يعني سلب حقوقهم أمور مثل هذه، فهذا الموضوع يعني تطرق له كان شوية يعني ممكن في الفيلم كان حساس، موضوع حساس على فكرة، يعني أنا يبيب مثلا مسلسل خليجي في رمضان يتكلم عن موضوع وايد وايد حساس والناس ما تبى تشوفه، لا لا ما يصير عندنا، هو بالفعل يصير مثلا موضوع الشذوذ وفي شذوذ موجود بس ما حد يبي يتطرق له عشان ما نبغى يا جماعة الخير ننشر غسيل، لا انشر غسيلك عشان تتعمق الجراح
والانسان اولياء الامور يخافون على عيالهم عدل ويعرفون انه صح هذا شيء موجود، مش تعطيه كل شيء على ايده وتدفع له وارتاح اخذ راحتك يلا انا وراي دوام ولا لا. راقبه، راقب الموبايل ماله، راقب على لو سووا مسلسل ولا فيلم عن هالموضوع الناس شو بتقول؟ بتقول لا لا شو هذا الريال المخرج اللي سوى هذا الفيلم؟ يفضحنا هذا؟ احنا ما عندنا هالسوالف هذه، عيب. كيف ولد على عنده علاقه مع ولد، كيف بنت عندها علاقه مع بنت؟ لا ما تصير هالامور هاي، لا تصير هالامور يا حبيبي، تصير بس ان المشكله انت عينك مغمضه مثل القطو. لا شوف هذا الشيء وراك في هذا الفيلم عشان يلسعك انت، متعلم الطفل تمسكه من اذنه يتعلم، اما بتقول له الطفل هذا بابا هذا ما في زين وتروح عنه بيك سوي عادي، هو يضحك عليه ابوي يكبر بيقعد يزيده، انت امسكه من اذنه شويه قرصه، اذا شفت شيء خطيئه كبيره، طبعا مش قصدي خطيئه بسيطه يعني حاجه بسيطه طاح القلاص منه، لا سوى خطيئه كبيره قرصه، فنفس الشيء تقرص حد يتعلم يتعلم. فهو هذا الفيلم ترى قرص. الحين المسلمين المفروض شو يقولون؟ يكونون احسن من هذا الفيلم. المفروض المسلمين شو كانوا يسوون في الحاله هذه؟ ما حد قاعد يقول قاطعوا الفيلم سووا كذي، اسكتون عنه، اسكتوا عن الريال سوى هالفيلم، اسكت عنه بالطقاق اللي طقه. الفيلم ما راح يروح ترند، ما بيصير ترند في السوشيال ميديا، مو بالناس العالم كلها بتقول اوه الفيلم هذا المنتظر الفيلم هذا، هو بسبه المسلمين يسووا هاشتاج هذا المخرج ضد المسلمين، هو في استانس، هو اكثر دعم حصله من المسلمين على فكره مش من الهندوس، مدعوم اكثر شيء من المسلمين، يسبونه وحالته لله، هو عادي فاتح الانستغرام ماله، افتح الانستغرام ماله انا اعرف حسابه وانا اعرف الريال هذا، قابلته ترى رحت المكتبه وقابلني باحترام وكل شيء عادي، اذا نحن علاقتنا مع مودي كسياسيين نقابله عادي ما فيها شيء، انا قابلته وسويت معه لقاء ومدحني وقال لي حمد انت المفروض تكون سفير السينما الهنديه في الامارات وشكرته وهذا، واعطيته حتى شعار تسامح مع الشيخ زايد وشله وحطه على سطر ستانس وحطه في مكتبه اللي الحين محتفظ فيه. فهذا الريال الانستغرام ماله ادخل، بس ادخل الانستغرام ماله شوف السب اللي حصله من المسلمين، فهو يشوف السب وهو مستانس. انا سويت معه لايف مره هنا وانا في الامارات، هذاك اللقاء في هند غير واللايف كان غير، مسويت مع اللقاء اشوف عينه تنزل تحت تشوف التعليقات، اكثر الناس اللي دخلوا عندي لايف قاعد يسبونه، يسبونه سب سب وقح سب، ما اريد اذكر لكم شو انواع السب بس وقح جدا، طبعا كلهم مسلمين. انت كمسلم حاول تكون احسن منه، حاول تكون عندك لسان رطب، حاول تسكت عنه. ذيك الساعه هو يقول تعال يا اخي ليش اتكلم عنه هذا؟ ليش اسوي عنه هالشيء؟ بيسكت ما بيقدر يسوي، بس هو سوالهم كشمير فايلز وهني ذبحهم زياده وخلاهم يتعبون اكثر نفسيا وزاد السب، وهو قاعد يجمع فلوس ومستانس واستانس اكثر بسبت هالموضوع هذا. يا ريت لو كان المسلمين ساكتين كان ما بيوصل هالمواصل، يمكن على الاقل 100 كرور 100 مليون، بس 200 مليون وفما فوق وقاعد يزيد لانه صار ترند بسبت المسلمين. فنحن لازم اخلاقنا تكون احسن، ما اسكت عنه، اسكت عنه وسوي فيلم احسن منه، سوي فيلم يتكلم عن موضوع اضطهاد المسلمين ويجيبه بطريقه ذكيه مثل ما هو جاب بطريقه ذكيه عن اضطهاد الهندوس من قبل المسلمين، جيب اضطهاد المسلمين من قبل الهندوس بطريقه ذكيه واعرضه وسوي ما فيها شيء. فهذه الاشكاليه اللي صايره حق هذا الفيلم وصار ترند وصار ما ادري شو وصل ما شو، ترى متى تصير الافلام مشهوره وترند؟ يوم يتكلم عن قضيه حساسه، يوم المجتمع يقعد يثير ويسوي ضجه وهذا ويدخل فيها، فانتوا اثرتوا الضجه وكل شيء وشهرتوا الفيلم وصلتوا مواصيل بعيده، وهذا هو يعني مختصر مفيد او مختصر طويل عن هذا الفيلم كشمير فايلز. جزاك الله خير.